مواد الجلديه في مستشفى حضر المصل التعليمي في القاهره. النهارده هكلمكم عن حاجه مهمه جدا احنا لينا كدكاتره جلديه وليكم كمرضى، ان احنا نعرف نتعرف على واقي الشمس. ايه هو واقي الشمس وايه اهميته؟ الحقيقه احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا زي ميكانيزم او طريقه عشان الجلد بيها يقاوم اشعه الشمس الضاره. ايه هي الميكانيزم دي؟ ثلاث حاجات مهمين بتخلي اشعه الشمس تمتصها، تمتص الضوء اللي داخل الجلد فتقلل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقه سابقه من الضوء، سواء الاشعه فوق البنفسجيه او الاشعه السوداء اللي هي بتكسر وبتعمل تجاعيد وبتعمل احمرار واسمرار والكلام اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. ايه هي الميكانيزمز دي؟ اول حاجه الصبغه بتاعه الجلد. احنا عندنا خلايا موجوده في الجزء الداخلي من الجلد او البشره اسمها الميلانوسايتس او الخلايا الصبغيه، بتفرز ميلانين او بتفرز صبغه اللي هي تدينا لون جلدنا. طيب اهميه الصبغه دي ايه؟ الخلايا الباقيه في الجلد بتاخدها وتعمل بيها زي كاب كده او شيلد حوالين النواه بتاعتها، اوكي؟ فبالتالي الكاب ده بيحمي النواه اللي هي الحمض النووي اللي هي اهم حاجه في الخليه من انها بتمتص الاشعه عشان ما توصلش للنواه او الحمض النووي، فما يحصلش تكسير في الحمض النووي ومشاكل من نوع الاورام وكلام زي كده. فده دايما طبعا بيدي بريفليج او برايورتي او حاجه يعني كويسه للجلد الاسمر عن الجلد الفاتح. يعني احنا عندنا في التمبرت ارياز او الاماكن المشمسه ربنا بيخلق الناس بشرتها سمراء شويه عشان كده، عشان اشعه الشمس الشديده العاليه يبقى في حاجه بتعمل لها بروتكشن بتحميك منها. طيب ده اول واقي او اول حاجه داخليه بتحمينا. الحاجه الثانيه هي الهيموجلوبين الموجود في الاوعيه الدمويه، صبغه الدم اللي موجوده في الاوعيه الدمويه برضه بتمتص جزء من الاشعه فبتقلل اضرارها. الحاجه الثالثه هي ماده موجوده في الغذاء عندنا وهي الكاروتين، وهي البريكيرسر او الماده الاساسيه للفيتامين الف، ودي بتبقى موجوده طبعا في الخضروات الملونه زي الجزر زي الفلفل الالوان، بتبقى موجوده برضو في المشمش، يعني الالوان الحاجات اللي هي لونها اصفر واحمر وكده هتلاقي فيها فيتامين الف. فيتامين الف او الكاروتين اللي هو موجود بيدخل على الجلد عندنا برضو بيشتغل كطبقه حمايه، ده لون ثالث بيمتص طبقات معينه او اطوال موجيه معينه من الضوء يحمي برضو بيها الجلد. طيب احنا بقى دي الحاجات الطبيعيه اللي موجوده عندنا. طب ايه لازمه ان انا احط واقي شمس طالما انا عندي حاجات بتقيني؟ الحاجات اللي بتقيني دي لها ليفل، لها ليميت، مش هتقدر تحميني يعني بدرجه عاليه، ده اولا. الحاجه الثانيه انا عايزه احميها، انا مش عايز اكسر حاجتي، انا عايز اكسر حاجه خارجيه. يعني انا عندي مثلا خاتم الماس احطه في علبه غاليه، احطه في علبه عشان تحميه لانه هو غالي، يعني انا احطه في علبه عشان هو غالي انا عايز احميه. نفس الشيء انا الميكانيزمز دي وجلدي ده غالي عندي، مش عايزاه يتكسر بالاشعه الشمس، فيبقى المفروض ان انا احط حاجه طبقه تحميني من اشعه الشمس بحيث ان هي اللي تتكسر وجلدي يفضل سليم والميلانين عندي يفضل كويس استعمله في وقت تاني ينفعني في حاجه تانيه، الكاروتين الهيموجلوبين الكلام اللي احنا قلنا عليه ده كله يفضل بحاله كويس. الحاجه المهمه اللي احنا عايزين نعرفها ان احنا عندنا تكسير بيحصل دوريا في الكولاجين بتاعنا وفي الالياف المرنه بنسبه 1% كل سنه من عمرنا. يعني لو انت عندك 40 سنه يبقى تقريبا 40% من الكولاجين بتاعك اتكسر. تخيل يعني الوضع، يعني تقريبا داخلين على نص الالياف المرنه اللي عندنا. طبعا ده مش بروتكتد قوي بالحاجات اللي احنا قلناها. طب انا احافظ ازاي بقى على بشرتي واخر التجاعيد واحمي الوسائل الحمايه بتاعتي اللي ربنا خلقها لي دي ما خليهاش هي اول حاجه تتكسر، خليها تتحمي شويه، يعني الاول نكسر الحاجات الثانيه وبعدين هي تيجي بعد كده. ان انا احط واقي الشمس. ايه واقي الشمس ده؟ هي ماده بتتحط على الجلد عشان تاخد هي الشوك او المشاكل اللي حاصله من اشعه الشمس تتكسر هي تتحلل هي وتفضل حاجتي انا سليمه. الكولاجين بتاعي كويس، اللاستيك تيشو بتاعي كويس، الاوعيه الدمويه بتاعتي ما يحصلش فيها مشاكل، الجلد بتاعي ما يحصلش فيه ضمور، الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه ده كله. طيب ايه انواع الواقيات الشمس؟ في عندنا نوعين اساسيين، واحد فيزيكال واحد كيميكال. فيزيكال يعني فيزيائي، وكيميكال يعني بيدخل ويتعامل مع الخلايا. الفيزيكال ده هو عباره عن زي ما تحط ملايه كده على او غطا سياره فبيحميها حاجه كده من بره، اوكي؟ ما بيتفاعلش مع الخلايا ولا بيبقى له اكشن معاها، فده عشان كده بسميه فيزيكال. الكيميكال بقى لا، هو مش بس بيحمي من بره، لا هو كمان بيدخل ما بين خلايا الجلد وبعضيها
ويعمل زي طبقة زي اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعة الميلانين بتاعة السبكة عشان تحمي الجلد ده او تحمي الخلايا دي من التفاعلات بتاعة الشمس، فده بيقعد فترة اطول الافكت بتاعه بيبقى افضل. طيب امتى بنستخدم ده وامتى بنستخدم ده؟ الحقيقة الفيزيكال انسب للاطفال، الكيميكال والاثنين مع بعض الفيزيكال والكيميكال انسب للكبار. دي الانواع الاساسية لواقيات الشمس. بس في حاجة تانية هي بتعتمد على نوع البشرة، في عندنا البشرة الجافة، البشرة المختلطة، والبشرة الدهنية. كل بشرة ليها الحاجة اللي تناسبها، اللوشن بقى ولا الكريم هو ده. يعني احنا هدي لوشن ده في البشرة الدهنية او المختلطة، بينما هدي كريم للبشرة الجافة. يبقى نوع الصن بلوك فيزيكال ولا كيميكال، نختار فيزيكال ولا كيميكال على حسب احتياجات المريض، وده طبعا الدكتور هو اللي يختاره. ونوع الصن بلوك هيبقى سائل ولا كريم، لوشن ولا كريم، ده برضو على حسب نوع البشره بتاع سيادتك، وبرضو الدكتور هو اللي هيختاره لك. حتى معامل الحمايه الدكتور برضو هو اللي هيختار لك الحاجه الانسب لسيادتك. وفي النهايه اتمنى لكم دايما الصحه والعافيه، واشوفكم ان شاء الله دايما على خير.